ديفيس سيمونغو هو بمثابة أستيريكس في الموزمبيق. منذ إعادة انتخابه رئيسا لبلدية بييرا عام 2003 أصبحت هذه المدينة الوحيدة في البلاد التي صمدت مرة بعد الأخرى أمام هيمنة الفخيليمو وهو الحزب الحاكم في البلاد منذ استقلاله عام 1975. في شوارع المدينة يلعب السيد الرئيس ورقة التقارب مع الأهالي. نعيش مع الأهالي، نمكث بين السكان، ليس لدينا حراس حولنا، نمشي ببساطة وهذا جيد جدا. والأهم هو أن السكان يعتبرون أنه غير وجه المدينة. هذا الشارع مثلا في الماضي كان مهملا، اليوم تحسن الوضع، الساحات والشوارع نظيفة وتم ترميمها. الأوضاع تتغير، البلدية خلقت مناصب عمل وهناك نشاطة عدة، الأمور تتحسن تدريجيا. هذا اليوم يستقبل ديفيس سيمونغو مستثمرين يريدون بناء مركز تجاري جديد. هو يعترف أن عدم انتمائه لحزب الفخيليمو الحاكم عائق كبير للمدينة، إذ أن التمويل الحكومي يأتي متأخر وليس في صالح الحكومة المركزية مساعدته. أكيد الأمر ليس هيناً، خصوصاً في بلد مثل الموزمبيق حيث تلتقي مصالح الدولة مع مصالح الحزب الحاكم. ممثلو الفخيليمو الحاكم الذين اعتادوا على تصدر الساحة السياسية لا يملكون إلا الاعتراف بعجزهم عن غوي أهالي مدينة بييرا، ويتهمون خصمهم بالاهتمام بمصيره السياسي أكثر من اهتمامه بمدينته. لقد تم انتخاب رئيس المجلس البلدي لمدينة بييرا كمرشح مستقل، ولكنه يستخدم اليوم منصبه لصالح الحزب الذي أنشأه بعد انتخابه، واليوم يستخدم بييرا لحماية نفسه على الساحة الوطنية. ديفيس سيمونغو ترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2008 وتحصل على 8% من الأصوات، ما لا يجعل منه خطراً يهدد الحزب الحاكم، ولكن الجميع اليوم ينظر إلى الانتخابات البلدية المقررة عام 2013. فرصة هي إذن لرئيس بلدية بييرا لتعزيز مكانته كمعارض أو لحزب الفخيليمو ليضع حداً لصعود رئيس البلدية سنة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.